السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سليب حسناء اليوم ان شاء الله نحضر معكم البنات واحد الطرطة بالليمون والكريمة عندي فيها ستة المعالق سكر سنيدة ستة المعالق طحين ستة المعالق حليب ستة المعالق زيت خمارة وزوج بيضات ندوز دابا الطريقة ديال التحضير اذا البنات خديت الكاس اللي كنطحنوا فيه العصير ودرت فيه زوج بيضات ما كانش هو غير بالطراب اليدوي في شي بول ودرت شويه ديال الملحه وسته الكيس عفوا سته المعالق سكر سنيده سته المعالق حليب سته المعالق زيت وغادا نخلي العناصر يندمجوا مع بعضهم مزيان صراحه هذه الجينواز البنات كتجي مهويه بواحد الشكل كبير ورطبه دابا البنات غدا نبدا نضيف في الطحين سته المعالق حتى هو سته المعالق كبار من كل حاجه وخماره واحده من وزن 8 جرام يعني كنضيف الطحين على دفعات متتاليه والخماره تنخلطها مع واحد المعلقه ديال الطحين وتنضيفها حتى هي غدا نكمل البنات بنفس الطريقه ونتلاقى معكم في المرحله التاليه خليكم معايا انا خديت هذا المول moyen الى بغيتو الجينواز يجيكم رقيق حاولوا ديروا مول كبر انا تيعجبني الجينواز يكون طالع خديت هذا المول moyen دهنتو الجناب واحد شويه السبدة الزبده وفرشت البابي كويسون غادي نوريكم علاش غادي نحتاج هاد البابي كويسون الى ما كانش بابي كويسون دهنوا غير المول بالزبده ورشوه بالطحين صافي وغندخل الجينواز يطيب على حراره متوسطه ونطلقى معكم ان شاء الله بعد ما يطيب كما لاحظتوا البنات ها انتم هو الجينواز طاب لاحظوا شحال مهوي بزاف دابا هي مازال سخونه وغادي نحاول نقلب الجينواز على الوجه الاخر ديالها يعني كتولي على الظهر باش ما جينيش الفوق طالع و نازلين مني تنقلبوا الجينواز على الظهر ديالها تيتقاد السطح ديال الجينواز يعني حتى الكريمه الثانيه الطبقه الثانيه ما كتجيش باينه من الطبقه الاولى هذا هو علاش انا درت بابي كويسون اللي ما كانش كما قلت لكم دهنوا غير المول مزيان بالزبده ورشوا بالطحين و غادي يتقلب دغيا هانتوما وجدت سيرو درت نص كاس سكر سنيده وكاس ماء وشويه ديال القشور ديال الحامض ولا ديال الليمون وخليت حتى تقال السيرو وبرد ودابا غادي نرجع الجينواز المول اللي خدمت فيه باش هو اللي غدا ندير فيه باقي الطبقات حاولوا تقادو باش ما تنزلش الكريمه مع جناب ولاحظوا الجينواز اصلا مهوي بقى ما دارش نهائيا السيرو وهو آه يعني رطب بزاف بامكانكم ما بغيتوش ديروا السيرو ما تديروش صافي وكندهن بالسيرو تقريبا واحد ثلاثه المعالق حتى لربعه ما تكثروش بزاف باش ما تجيش ثاني فازقه بزاف للاجينواز صافي دابا غادا ندخل الجينواز تبرد في الثلاجه بيد ما وجدت الطبقه الثانيه ديال الكريمه خليكم معايا خديت البنات واحد الكاسونه ودرت فيها نصف لتر ديال الحليب وغنضيف ثلاثه ديال اربعه ديال عفوا اربعه ديال المعالق كبار سكر سنيده وثلاثه ديال المعالق من بودره الكريم باتيسير صافي وغنديرهم فوق البوطه حتى تبان لكم بدات كتقال غي تبان لكم بدات كتقال صافي حيدوهم من الفوق البوطه ما حتى تتقال بزاف حتى تولي كلها تكتلات ومني غتجيو تكبوها فوق لاجينواز ما كتبانش لكم ما كتسرحش يعني كتبقى كما لاحظتوا البنات جبت الجينواز من الثلاجه وخديت الكريمه اللي وجدنا وكنحاول نقلب الظهر ديال المعلقه على هذا الشكل هذا وكنكب الكريمه لاحظتوا على انها مني كتكون يعني مطلوقه كتقاد فوق لا وكيجي السطح ديالها مستوي صافي دابا غدا ندخل الكريمه تبرد يعني غير الدفا وكتوجدوا الطبقه الاخيره اللي بالليمون ونتلاقى معكم ان شاء الله خليكم معايا خديت البنات ثلاثة ديال الكيسان عنبه الليمون يعني نصف لتر ديال الليمون ودرت ثلاثة ديال المعالق حتى الربعة ديال السكر سنيدة دي يعني كيبقى على حسب الذوق ديالكم وغندير معلقة كبيرة عامرة بنشا أو للمايزينا باش كتقبط لينا ديك الطبقة الأخيرة وكتجي واقفة وغادي نزيد جوج فلو آه ديال الفاني ديال 30 ريال يعني درهم ونص الواحد صافي وغدا نخلط المكونات حتى تذوب لينا النشا والفلو وغندير هذا الخليط يختار واحد شويه فوق البوطه يعني غير لكم بدا كيغلى صافي كتحيدوه من فوق البوطه وكتجبدوا آه الجينواز اللي درنا هي والكريمه وكنصبوه فوقها كما غدا نوريكم على هذا الشكل هذا ضروري الليمون يكون بارد من ديروا النشا باش ما يتكللش كما لاحظتوا البنات ملي تنحط يدي بحال هكا على الكريمه ما كتلصقش كتكون بدات كتفخ خديت معلقه وقلبتها وكنكب وكنب فوقها آه الخليط ديال الليمون والفلون الا إيه كبيتو هكذا وحده فالطبقه الثانيه ديال الكريمه كلها غادا تطلع وغادا تحل ما غاداش تبقى زوينه صافي دابا البنات غندير الطورطه تبات في الثلاجه اولا ستة السوايع يعني ستة السوايع كافيين حتى تبرد مزيان وندوزو للطريقة ديال التزيين ان شاء الله اذا البنات كناخد هاد الموس اللي كنجرو به الخضرة تيكون على هذا الشكل هذا وخديت الشكلاط من الاحسن تخليوه على الطول ديالو انا خدمت غير بالشكلاط كالا الا كان شوكولا ريش ماركه مزيانه هذاك راه كيكون احسن في الخدمه وتيبقاو هاد الحريبلات اللي غنشكلو بالشكلاط تيبقاو قابطين راسهم يعني كيبقاو تشكلو على شكل حلزوني بهذاك المنشار ديال الخضره هانتوما يعني العمليه راه ساهله وبامكانكم تزينوا به حتى الصابلي حتى لي كاب كيك كاين عنده بزاف ديال الحوايج اللي غنقدروا نحتاجوا في هذا النوع ديال الشكلاط هانتوما يعني كل ما كان الحجم ديال الشكلاط يكون على الطول ديالو يكون مزيان وحتى الشكلاط بيض اللي بغيتو نفس الطريقه ديروا ليه هانتوما كيفاش كيكون يعني هاد النوع دي تبع هذا النوع ديال الشكلاط راه كيتباع غالي بهذا الشكل هذا وتبقى هذا هو الشكل النهائي ديال التورطه البنات لاحظتوا ان الطبقات جايين متوازنين والشكلاط هذا هو اللي زينا به اللي شكلناه قبيله كما قلت لكم الثمن ديالو كيكون باهض حاولنا اننا نشكلو غير بيدينا بادوات بسيطه في الدار هي الحلوه البنات اللي صايبناها نتوما كيفاش كتجي لاجينواز رطبه بزاف ومهويه بواحد الشكل كبير كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار بغيتو جينواز رقيقه ديروا مور كبير دير بغيتو جين طالعه كيما درت انا ديرو مول يكون شويه مويان وبالنسبه للشكلاطه البنات حاولت نغبرو شويه بالسكر كلاصي باش كيوضح كي اكثر ومني تبغيو تهزوه من الرخامه حاولوا تهزوه بواحد المعلقه باش كيبقى قابط راسو حيت غير شكلاط عادي انا خدمت به مازال لا كان آه شوكولا غيش هذاك كيبقى قابط راسو خا تهزوه بيديكم يعني حاولنا نزينو به وبثمن اقل وتكلفه اقل كنرحب بالبنات اللي عاد نضموا للقناه وكنرحب بالبنات اللي منذ البدايه في القناه واي حاجه ما ولا ما واضحاش ولي لي ان شاء الله في الكومونتير وغدا نجاوبكم عليها ولكن كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما الضغط على الجرس والاشتراك فيها وغنقول لكم تهلاو فراسكم بزاف والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته